السلام عليكم جميعا، معكم هند البنا من مدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة فرع العين. في إطار سعي دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الارتقاء بالعملية التعليمية بما يمكنها في شغل مكانة متقدمة على الخارطة التربوية العالمية، نحرص في مدرستنا على مشاركة أبنائنا في الاختبارات الدولية مثل اختبار بيزا الذي كنا قد تكلمنا عنه سابقا، واختبار تيمز الذي سنلقي الضوء عليه في هذا الفيديو. TIMSS هو اختصار لـ Trends in International Mathematics and Science Study، وهو دراسة عالمية شاملة منتظمة دورية تعقد كل 4 سنوات لقياس المستوى التحصيلي للطلبة بمختلف أنواع المناهج والممارسات التربوية والبيئات المدرسية، وهو مشروع تشرف عليه الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي IEA، اختصار International Association for the Evaluation of Educational Achievement. ويعد تيمز من أكثر الاختبارات دقة من حيث الوقوف على المستوى الحقيقي للطلبة في مادتي العلوم والرياضيات، وهو اختبار عالمي تشارك فيه دول عديدة. لذا حرصت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة على المشاركة في هذا الاختبار لمقارنة تحصيل أبنائنا في هاتين المادتين بتحصيل أقرانهم في الدول الأخرى، مما يتيح لها النهوض بالعملية التعليمية وتطويرها في سبيل الوصول إلى الجودة المنشودة في هذا المجال. وكانت قد عقدت الدورة الأولى لدراسة تيمز في عام 1995، وقد شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة في الدورة الخامسة 2011، كما شاركت كل من أبوظبي ودبي على مستوى تقييم المدن. أما أهداف مشاركة الدولة في اختبارات تيمز فهي: تقييم وضعنا التعليمي في مادتي الرياضيات والعلوم مقارنة بالدول المشاركة، توفير قاعدة بيانات ثرية يستخدمها صانعي القرار في تطوير وتحسين تعليم المواد المستهدفة، وأخيرا تحديد العوامل المؤثرة في تحصيل طلبتنا في هذه المواد مما يعود بالفائدة على المعلم والطالب والمدرسة. أما بالنسبة إلى كيفية تطبيق هذه الاختبارات فإنها تجرى في المدرسة أثناء يوم دراسي عادي، ولا يحتاج الطالب إلى تحضير مسبق، ويجب على الطالب أن يجيب على كافة الأسئلة في مادتي العلوم والرياضيات، كما يجب على ولي أمر الطالب تعبئة استبانة تحتوي على أسئلة تتعلق بخبرات الطالب في الحساب في البيت والمدرسة، كما ستمنح شهادات مشاركة لجميع الفئات المشاركة من طلبة وإدارات مدارس وهيئات تدريسية من قبل إدارة التقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم. وقد تمكنت وزارة التربية والتعليم للمرة الأولى بفضل دراسة تيمز من الحصول على أدلة قيمة عن مستوى المعرفة لدى الطلبة في التعليم الأساسي، فقد أظهرت البيانات ضرورة العمل على تحسين النتائج لدى الطلبة ذوي الأداء المنخفض، كما ينبغي النظر في التنمية المهنية للمعلمين، لذلك يجب تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة من أجل تطبيق تقنيات تعليم مختلفة بما يتناسب مع احتياجات كل طالب، سواء كان من ذوي الاحتياجات الخاصة أو كان يعاني من صعوبات في التعلم أو كان يتلقى التعليم بغير لغته الأم. ولتنمية مهارات التعلم في العلوم والرياضيات يمكن زيارة موقع Ad Informatics الذي يحتوي على اختبارات في المادتين للصفين الرابع والثامن، وكل اختبار يتكون من 25 سؤال، ويمكن للطالب بمعرفة الإجابات مع نهاية الاختبار، كما يمكن للمعلم الاستفادة من هذا الرابط أيضا ونقل المهارات للطلبة. لنلقي نظرة الآن على كيفية تقييم اختبار رياضيات تيمز لمجالي المحتوى والمعرفة في الصفين الرابع والثامن. ففي الصف الرابع هناك تركيز أكثر على الأعداد منه في الصف الثامن، وذلك لأن الجبر والهندسة لا يدرسان كمجالين منفصلين في الحلقة الأولى، فتدرجا كجزء من الأعداد. أما مجال عرض البيانات في الصف الرابع فيركز على جمع وقراءة وعرض البيانات، بينما يكون التركيز أكثر على كل من تفسير البيانات وأساسيات الإحصاء والاحتمالات في الصف الثامن. فتكون مجالات محتوى الرياضيات في الصف الرابع الأعداد والأعداد الكلية، التعابير، المعادلات البسيطة والعلاقات، الكسور والأعداد العشرية، القياس والهندسة، البيانات، قراءة البيانات وتفسيرها وتمثيلها، استخدام البيانات لحل المسائل.
أما في الصف الثامن فمجالات محتوى الرياضيات هي العدد، الأعداد الصحيحة، الكسور، الأعداد العشرية، النسب والتناسب والنسبة المئوية، الجبر، التعابير والعمليات والمعادلات، العلاقات والدوال، الهندسة والأشكال الهندسية والقياسات والبيانات والاحتمالات. ويجدر الذكر أنه لا يسمح لطلاب الصف الرابع باستخدام الآلة الحاسبة، وهذا يتضمن الاختبار الورقي والإلكتروني، بينما يسمح لطلاب الصف الثامن باستخدام الآلة الحاسبة لأنها لا تؤثر سواء بالفائدة أو عدمها على الطلبة، فيمكن لطلاب الصف الثامن إحضار آلات حاسبة خاصة بهم في الاختبار الورقي، ويمكن الوصول لحاسبة من خلال واجهة التطبيق في اختبار إيتيمز الإلكتروني. للاستجابة الصحيحة على أسئلة اختبارات تيمز، يحتاج الطلبة أن يكونوا معتادين على محتوى الرياضيات الذي تم تقييمه، ولكنهم أيضا بحاجة أن يملكوا مجموعة من المهارات المعرفية، وتتوزع النسب كالآتي: وهذه المهارات المعرفية تؤدي إلى زيادة إمكانية الطالب في المشاركة لحل مجموعة كبيرة من المسائل بطريقة صحيحة. أما بالنسبة إلى التطبيق، فيتضمن هذا المجال تطبيق الرياضيات في سياقات متعددة. الحقائق، المفاهيم والإجراءات إضافة إلى المسائل يجب أن تكون مألوفة للطالب، ويشكل تمثيل الأفكار جوهر التفكير الرياضي والتواصل، والقدرة على إنشاء تمثيلات متكافئة هي أساس النجاح في المادة. أما الاستدلال رياضيا فيشمل التفكير المنطقي والمنظم، ويتضمن استدلال حدسي واستقرائي معتمدا على الأنماط والتدرج الذي من الممكن استخدامه في حل مسائل جديدة أو مسائل حياتية غير مألوفة. والآن لنلقي نظرة سريعة على إطار تقييم العلوم لتيمز الذي استمر لمدة 24 عاما للصفين الرابع والثامن بدءا من العام 1995، حيث تجرى كل 4 سنوات منذ ذلك التاريخ. وتيمز 2023 سيكون الاختبار الثامن لهذه السلسلة، لكن هناك تحديث بسيط على بعض الموضوعات ليتم الاستفادة من كلا صيغ الاختبار الإلكتروني والاختبار الورقي. وفي كل صف تم تنظيم إطار تقييم العلوم حول مجالين أو بعدين: مجالات المحتوى مع تحديد الموضوع المقرر تقييمه، والبعد الإدراكي وتحديد عمليات التفكير التي يتعين تقييمها. البعد الإدراكي في العلوم للصفين الرابع والثامن، فينقسم هذا المجال إلى 3 مجالات تصف عمليات التفكير التي من المتوقع أن يستخدمها الطلبة حين يحلوا أسئلة العلوم، وهي: مجال المعرفة الذي يتعامل مع قدرة الطالب على التذكر والتعرف ووصف وتقديم أمثلة على الحقائق والمفاهيم، مجال التطبيق الذي يركز على استخدام هذه المعرفة لإنشاء مقارنة وتباين وتصنيف لمجموعات من الأشياء أو المواد، بينما يتضمن المجال الثالث التعليل، أي استخدام الأدلة وفهم المفاهيم العلمية بالتحليل، التركيب والتعميم، غالبا في حالات غير مألوفة. وتتفاوت النسبة المئوية لكل مجال في الصفين الرابع والثامن، وذلك بناء على زيادة القدرة العقلية، التدريس، الخبرة، وتوسع عمق وفهم الطالب لمستوى صف أعلى. ولطلبة الصفين الرابع والثامن كتيبات اختبارية، وهناك نوعان من كتيبات اختبار إيتيمز. يحتوي النوع الأول على أسئلة تتنوع بين الأسئلة المقالية مثل الأسئلة المفتوحة والإجابة القصيرة والموضوعية مثل اختر إجابتك، سحب وإسقاط وغيرها. أما النوع الثاني فيحتوي على مهارات حل المسائل ومهام الأداء، وتسمى أسئلة PSIs، وهي اختصار ل Problem Solving and Inquiry Tasks. أما زمن الاختبار وتعبئة الاستبانة فهو كالتالي: لمعرفة تفاصيل أكثر أو للتدريب على حل أسئلة تيمز، يمكن الدخول إلى الرابط التالي. وأخيرا سأنهي مع قول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: نحن في بداية الطريق والطموح أكبر والرؤية ممتدة، وكلما وصلنا لقمة تطلعنا للقمة التي تليها، ولا يعشق القمم إلا أصحاب الهمم.